كيف طبعا اي عمليه اصلاح واي عمليه غربله للبلد اكيد بيكون فيها سايد افكت، اعراض جانبيه. فطبيعي جدا انه النفط ينخفض الى 27 دولار ويستمر لفتره طويله اقل من 40 دولار، هذه لها الكثير من الاعراض وتؤثر على انفاق الدوله. هذه العشر برامج كلها فيها انفاق مختلف ما بين استثمار وما بين انفاق حكومي وما بين انفاق من القطاع الخاص، هذه بتحفز بشكل رئيسي وقوي جدا خلق الوظائف في السنوات القريبه القادمه. احنا مثل ما نعرف انه هدف الرؤية في 2030 نصل إلى بطالة 7% في المملكة العربية السعودية، بلا شك أن هذه البرامج ستجعلنا في رقم أفضل من الرقم اللي احنا فيه في 2020. الآن قبل فترة تم إعادة البدلات، لماذا وقفت البدلات وش اللي رجعها؟ لو نلاحظ في قرار إيقاف البدلات أنه كان مؤقت، في نفس القرار في نص يذكر أنه هذه تراجع بشكل دوري، وتم مراجعتها في الوقت المناسب بعد ما تحسنت إيراداتنا النفطية، هذا عامل. مثل ما تعرف في برنامج التوازن المالي كان عندنا ثلاث سيناريوهات للنفط، اللي هو السيناريو متشائم 45 دولار، والسيناريو متوسط أو أساس 50 دولار، والسيناريو متفائل 55 دولار. هذا ليس تقييم المملكة للنفط، لكن هذا كيف نرتب أوراقنا المالية مع أسعار نفط مختلفة. كنا في الربع الأول قريبين من السيناريو المتفائل اللي هو 55 دولار، أحيانا تجاوز وأحيانا نكون أقل منه بشيء بسيط، فهذا عنصر إيجابي. العنصر الآخر الإيجابي أنه إيراداتنا غير نفطية للربع الأول من 2017 حققنا فيها أكثر مما نتوقع أن نحققه، فهذا عنصر آخر إيجابي، فأصبح القرار لم يعد له لازم أن يستمر بهذا الشكل، فتم إعادة النظر فيه حسب ما نص عليه في أمر القرار نفسه. بينما احنا نوعز هذا انه نجاح كبير جدا للجهات المختصه في الجانب المالي والجانب الاقتصادي والاستثماري، انها استطاعت ان تنقلنا من هذه المرحله في فتره اقل من 8 اشهر. عمل جهد كبير جدا في اتفاقيه النفط مع اوبك، دول اوبك ودول خارج الاوبك، هي يعني اتفاقيه لاول مره تحدث في التاريخ. دائما كنا نعرف في الماضي انه الاتفاقيات تكون اتفاقيات دول اوبك فقط، هذه اول مره في التاريخ اتفاق بين دول اوبك ودول خارج الاوبك، وهذا مما جعل موقفنا ايجابي جدا من ناحيه عوائد الحكومه في عوائد الحكومه النفطيه، ايضا الاجراءات اللي تمت في الايرادات غير النفطيه هذه ساعدت بشكل كبير جدا، وايضا الاستثمارات واعاده هيكله الكثير من القطاعات التي تقع تحت صندوق الاستثمارات العامه ساعدت في جلب هذه الايرادات التي عزت موقفنا وساهمت في اتخاذ قرار مثل هذا.